يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، هل ما ورد في هذا الحديث يعتبر شركا أكبر مخرجا من الملة؟ لا، هذا ما هو شرك أكبر، هذا من الشرك الأصغر، محبة المال والتعلق به وتقديمه على محبة الله من الشرك الأصغر، ما هو من الشرك الأكبر. نعم.